إذا مشاهدي قناة تشوف تي في، عدنا إليكم مرة أخرى في هذا المباشر ومعنا أخ إحدى ضحايا الاعتداء الجنسي الذي تعرض له 4 فتيات على يد فقيه بكتاب قرآني بضواحي طنجة. إذن الأخ إحدى الضحايا غادي يكشف لنا عن حقائق صادمة وعن التي لم تبلغ سن البلوغ التي قد اغتصبها وتحرش بها احد الفقهاء الذي كان يدرس باحد الكتاتيب القرآنية باحد القرى بجهة طنجة، بحيث عندما استدركنا الأمر وعلمنا أن هناك إشاعات تدور حول هذا الإمام، لم نتوقع أن هذه الإشاعات صحيحة، ولكن مع مرور الأيام عندما بدأت كل أم تسأل ابنتها عن هذه الأمور هل هي صحيحة أم لا، بدأت تنفضح أمور بنت طفلة تلو الأخرى، بحيث أنه لم يتوقف الأمر عند طفلة فقط وإنما كانوا ضحايا كثر. لحد الآن وصل هذا الإمام، حاشا يكون هذا إمام صراحة الله. أول حاجة أنا وسمعوا النداء ديالنا رئيس المجلس العلمي، وتم توقيفه وتجريده من عمله، وإن شاء الله يا ربي دابا الحالي كنتواجدوا في جامعة ملوسة الذي قد تم بما الذي في جامعة الشكاية لدى المبارك الملكي. نعم قدمنا الشكاية البارح، قدمنا الشكاية يوم الأمس المقبل، واليوم عديد من الجمعيات التي تتدخل في هذا الأمر ونشكرهم جزيل الشكر، لأن هناك لهم غيرة على هذا البلد ولهم غيرة على هذا الأطفال الذي قد نرى كل يوم جريمة تلو الأخرى، كما سبق ليس ببعيد الطفل عدنان الذي قد اغتصب وقتل بسبب رجل شنيع ووحشي، مما هز قلوب المغاربة بصفة عامة، والآن نسمع هذا الخبر الذي هز قلوبنا وقلوب الأسرة بأجمعها. الأمر الذي حيرنا والذي صدمنا وهو أن من عندما تسمع إمام كالتالي انه فعلا كان هذا الامام كان يفعل افعال وحشيه وشنيعه بحق هذا الاطفال، بحيث انه قد يكون جميع الاطفال الذي كانوا يقراوا عنده كلهم تعرضوا لهذا الاغتصاب وهذا الجريمه الشنيعه. ومن هذا المنبر كنطلبوا السلطات امون وكل من له سلطه ان يساهموا في هذا العمل الاجرامي وان يساهموا في بمعنى كنطلب الله انه يتوقف هذا العمل الشنيع وانه يتم توقيف هذه الاعمال الجريمه الذي نراها كل مره تكرارا. يعني انتم غادي تتابعوا هذا الشخص هذا، دابا تم الاعتقال ديالو؟ نعم دابا تم الاعتقال ديالو وان شاء الله نتبعوا قضائيا، والحمد لله كاين ناس واقفين في هذه القضيه، جاو جمعيات حقوقيه وغادي ناخذ الحق ديالنا وحق هاد الاطفال الابرياء.
اذا دابا تا الاباء ديال ديك ثلاثه الفتيات هما عملوا شكايه حاليا. دابا واحد هو اللي قدم شكايه، يعني جوج ديال الاباء ديال الضحايا هما اللي قدموا الشكايه. دابا الاخت بقات ما بغاتش، سبحان الله، الاخت ما بغاتش تقول لكم والو، حتى بدا كيهددهم بزاف كيجيب لهم الهدايا والحلوى. لا في اثناء مزاوله العمل ديالو ملي كانوا كيقراو عنده طبعا كان كيهددهم، كان واحد الطائفه كان كيهددها، واحد الطائفه يعني صغارين كيستحلاهم وكيكذب عليهم بالحلوى وبالهدايا، حتى كيستدرجوا من البيت ديالو وكيمارس عليهم العمل الشامل. يعني فوسط المسجد ليت. دابا يعني باقي كتقولوا ربما يكون هناك ضحايا اخرين. لا على حسب التصريحات ديال الاطفال اللي ما يقدروش يقولوا الاباء ديالهم غير من خلال الشارع، على حسب التصريحات ديالهم بان كاين هناك ضحايا كثر ما يزيدوا عن 8 ولا 9 الاطفال. شحال تقريبا هو كيقري الفتيات والذكور؟ نعم جوج ذكور وفتيات. شحال تقريبا يكون عندهم؟ بين الذكور والفتيات يكون العدد 20. يوميا كيمشيو ولا جنوب الصباح؟ يوميا كيقراو ولا عندهم؟ يوميا. نعم يوميا ما عدا الخميس والاربعاء في السنه. يعني كل نوبه كيمارس على فاتت. نعم. ولدها بغات تهضر كيقول لها سكوت ولا يهدى كيهدى بحجة انك اذا قلت لها مع تزوجي شي ولا غادي ما نعرضك شي ولا، المهم تهديدات متنوعه. وشكون اللي جعل يعني السبب الرئيسي باش جعل الاخت ديالك على انها تفضح المصور؟ السبب هو كالتالي، مع هذه الازمه ديال الحجر الصحي الاطفال بقوا بدون قرايه بدون مدروس، فهناك بنت في الحومه كانت بمثابه اخت لهم وكانوا يلتجئون اليها، فبديك الالتجاء وديك الحنيه اللي كانت كتعطيهم كسبوا الثقه ديالها وبدات كتعاود لهم، فمن تما بدات المرحله ديالها. ثم بدات تقول ديك المصور اللي كان بينه وبين الفاتح. الحمد لله اللي تفضح، وكنطلب من الله انه ياخذ الجزاء ديالو. يعني لو ما تفضحش كان باقي غادي يمارس الشذوذ ديالو على الاطفال. ما عرفتش توصل. دابا لحد الان بانوا اربعه كاملين فتيات، كاملين بنات. باقي الناس في القريه دابا تخوفوا من سمع هذا الخبر. ملي سمعنا الخبر القريه باسرها ناس فاجعه. نفسانيا ولا اللي كيصيفط ولادو عند الفقيره خوفا كيقول تا ولدي راه. الانسان ملي كيسمع بحال هكا كيفقد الثقه. كيفقد الثقه ديالو في الائمه، ولكن حاشا ما عاد الله ان يكونوا الائمه كلهم بحال هاد البشاعة بحال هاد الإجرام اللي كنشوفو، هذا لا يقل بقلع عن العمل الإجرامي أو الإرهابي الذي نراه في العمل. هو مازال في عمره 45 سنة. نعم باقي صغير. تزوج ولا لا هو؟ نعم تزوج ولديه عنده جوج الأولاد. تزوج عنده جوج وليدات. وكيستغل الفتيات اللي كيدرسوا عنده القران، بمعنى استحلاهم يعني ولا مدمن. ما بقيتش هو في هذا اللي عنده، يعني كان تعود عليهم يعني جيب لهم الهدايا وجيب لهم الحلوى وكيستدرجهم بطريقه ديالهم الخاصه. هذا الصمت الاباء وحتى الامهات ما كانش. ارفع صوتك شويه. طبعا حتى الامهات كان عندهم واحد نقص كبير، لانهم سبب ما كانوش كيتقربوا للاولاد ديالهم، ما كانش كيسولوهم. طبعا ماشي نسموهم سبب، ولكن السبب الرئيسي هو هذا المستوى الوحش اللي تعدى على هاد الاطفال الابرياء. دابا جيتوا نعم عند الدرك الملكي عملتوا شكايه. نعم دابا الحمد لله ما تهونوش في هذه القضيه مع تدخل بعض الجمعيات وبعض المحامون وبعض الناس المحبين والغيورين على هذه القضايا، والحمد لله تم التوقيت ديالو وقبيلتي اعترف كل شيء اللي عمل اعترف له. طبيعه الحال المجرم ما يعترفش. غادي ينكر المجرم يقدر ينكر. ثم عندكم حجج وادله. نعم ولكن سمعت باللي قال لك اعترف. اعترف كنطلب الله ان تكون في الصح، حتى انا حاليا باقي خصني نتاكد من
السيد الرئيس. إذا دابا غادي يقدموهم للقيادة الجهوية الدرك الملكي. نعم. بعد ما سمعوكم هنايا. إن شاء الله. بعد ما سمعوكم هنا في المركز ديال المنلوسه غادي تهودوا لطنجه. نعم. والحمد لله قضيه صارمه وما فيهاش تساؤل ان شاء الله، وكنتمنى الله ان يتحقق الحق وتكون في هذه الظاهره اللي كنشوفوها مؤخرا، وكنتمنى الله انه يرفع الله هذا الوباء ويسلم الله على القوم الظالمين. يعني كطلبوا من العداله. نعم كطلبوا من العداله ان تتخذ اقصى العقوبات في حق هذا المجرم وفي اي مجرم كان مارس هذا العمل الشنيع. كتصال الوحوش الآدمية اللي كتغتصب الأطفال. كنتمنى الله أن تستغل الكرامة ديالهم. نعم، كنتمنى الله أن تفرض عقوبة صارمة في حق هؤلاء، لأن كنشوفوا مؤخرا الضحايا كثر. كثر بزاف. نعم، وأن دائما كنسمعوا المظاهر. اختطاف، اغتصاب. صراحة الله، كنتمنى الله أنه يوقف هذا الشيء، الله يطلب بينا، هذا الشيء اللي غنقول. يعني تصدمتوا على ان فقيه ديال الزاويه يعني ديال المسجد يعني يقوم بهذه الافعال الشيطانيه، جاتكم صدمه قويه. طبيعه الحال القريه باسرها انصدمت لهذا باللي كتسمع امام تعدى واغتصب اطفال ابرياء، لا حول ولا قوه الا بالله. صراحه الله كيأزركم محامون جمعيات. نعم الحمد لله كاين خلوا معكم في الخط. لا الحمد لله كاين مساندة صراحة الله. كيلات الداري حامية اليوم الهاتف يرن رقم الثلاثي والآخر صراحة الله. حد الآن دابا عندي خمسة مكالمات ما رديتش عليهم صراحة الله. دابا سمعوا لكم تينا والأب ديالك تا هو دابا الأب ديالك تا هو الأطفال تا هما خداو سرية الدرك الملكي. نعم. والاطفال جابوهم اخوان باقي تما تما كيحكيو التفاصيل كامله. نعم خداو الاجهزه ديالهم خصهم يسمعونهم كامل. نعم ان شاء الله يا ربي نكرم الله ان العداله تاخذ المجرى ديالها والله يصلح الحال. اذا شوفوا عيط الاستاذ المحامي على الله يجزيه. استاذ فين هو الاستاذ؟ تفضل. لا اجي معنا اي دقيقه مباشره تفضل. حلوة. اجي. لا تفضل دقيقة ريتها ما يجي الأستاذ تفضل عطينا خلاص. إذا كيفاش لقيتو؟ إذا أنت محامي واخا عطينا أي وجهة نظر الأستاذ طبعا أنا مباشرة أي وجهة نظر أي بصفتك الأستاذ كيفاش وصلتي لهذا التجربة تفضل وين ما يجي الأستاذ الأستاذ. إذا مشاهدينا الكرام ما زلتم معنا مباشرة من ضواحي طنجة كما تابعتم معنا تصريح شقيق إحدى ضحايا الاعتداء الجنسي الذي قام به فقيه في مسجد بإحدى القريات بضواحي طنجة. إذن تم اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي ونقله إلى سرية الدرك الملكي لجماعة منلوسة قبل أن يتم تقديمه إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة من أجل تقديمه إلى النيابة العامة لتقول كلمتها في هذا العمل الإجرامي والوحشي في حق الطفولة، خاصة وأن الأمر يتعلق بفتيات ما زلن في عمر الزهور تتراوح أعمارهن ما بين 7 سنوات و 13 سنة. إذن أب أحد الضحايا كذلك كنا غادي نسمعوا المعطيات ديالو، إلا أنه للأسف تم استدعائه من طرف عناصر الدرك الملكي. محامي التطوير. إذن معنا كذلك مشاهدينا الكرام لتسليط الضوء على هذه القضية محامي متمرن من هيئة تطوان. مساء الخير. مساء النور.
كيف تدخلتي في القضيه ديال اغتصاب هاد الفقير الاربعه فتيات؟ طبيعه الحال انا غيور على المنطقه لان الاصل ديالي كنتسب هذه. شوفي يلا يخليك وهضرنا. ها طبيعه الحال انا غيور على المنطقه لانني كنتسب الاصل ديالي كنتسب هذه القريه اللي هي الزميش، وتلقينا هذا الخبر بكل فاجعه وبكل قساوه وبكل ضمير، لان هذا الفقير استغل المنصب ديالو والثقه ديال الناس، واستغل السمعه ديال الناس والثقه ديالهم الطيبه ديالهم انه يقدر يسوق القران في واحد المكان عتيق، لان ذاك المكان هذاك مقدس. ودابا دخلتو كطرف مع تازرو عائله الضحايا. لا ها اجي صافي اتصلوا إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه التصريحات أحد إذن أستاذ محامي متمرن كذلك دخل مؤازرا في هذه القضية. إذا مشاهدينا الكرام نلتقي معكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.